تاخد معاهم ان شاء الله سبب. انتوا ما تعملوش، انتوا ما تاسسوش، انتوا ما هتفكروا فيه، انتوا ما هتطوروه. ليه بقى نعمل كده؟ لان ده هيعود على الشركه وهيعود عليك كافراد. أنا اسمي عبد الحميد أحمد، أنا كنت مدير المشروع بالنسبة لشركة زينوكس من جانب شركة سيمبيوس. الحقيقة المشروع كان مليان تحديات من أول يوم، تحدي نتيجة تغيير ثقافة، نتيجة طبيعة صناعة، نتيجة كمية المخرجات والأوتبوتس اللي إن شاء الله محتاجين نحطه في خلال 52 أسبوع أو السنة اللي هي بتاعة البروجكت. كمان خلال السنة نفسها 22 مرينا بحاجات كتيرة، من ضمنها مشاكل في الخامات، في التوريد، مشاكل في البيع او مشاكل اثناء التشغيل. الحمد لله النهارده بنتكلم في توتال سيفنج اكتر من حوالي 7.25 مليون، بنتكلم في ار او اي، كل عائد على الاستثمار او كل حاجه اتدفعت سواء كقيمه برنامج او اكسبنسز جوه الشركه بنتكلم في حوالي 18 ضعف. بنتكلم كل ده يعني تحسينات بالارقام في الكواليتي وفي البرودكتيفيتي وفي السيفنج اريا، كل ده نتيجه مجهود تيم على مدار السنه. الكي بي ايز اللي بقت تتقاس وبقت نعرف تحليل ليها ونشوف ايه المشاكل وصلت لفين. فالحقيقه المشاريع اللي من النوع ده وتحديدا مع دعم مركز تحديث الصناعه بنقدر نوصل لنتائج هائله زي اللي تمت في المشروع ده رغم كل الصعوبات ورغم كل الاحداث اللي كانت فيها الشركه. واحيانا كنا بنقعد نسال نفسنا، هل لو المشروع ده ما كانش موجود بالظروف اللي احنا فيها دي كانت الشركه كان ايه اللي هيحصل او ايه الوضع او ايه الامباكت اللي عليه. فالحقيقه حابب اشكر كل التيم، مش حابب اقول اسامي او اخص حد عشان ما انساش حد، بس كل الناس عملت مجهود يشكر، وده بان بالارقام وبان في تغيير الثقافه وفي تحديات تانية كانت قدامنا. شكرا جزيلا لكم.